طعونات الشيعة في النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما رواه ثقة الدين الشيعي محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي، الرواية التي رواها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما ليس له لبن، أي لا توجد مرضعة ترضع النبي صلى الله عليه وسلم، فألقاه أبو طالب عمه على ثديه فرضع النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من عمه، رضع اللبن من عمه عياذا بالله. حاول بعض حيار الشيعة تضعيف هذه الرواية ليتهربوا من هذه الطعونات الواضحة البينة في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرج علينا المعمم أستاذ الحوزة العلمية أحمد العاملي بإثبات هذه الرواية والقول بأنها معجزة عياذا بالله. عاش النبي حياة مادية، عاش كطفل، طفل واحتاج لأن يرضع ولم يكن هناك من مرضع ولم يكن هناك من أحد، فالله ألهم أبا طالب عليه السلام والله يلهم عباده، مفترض نتفق احنا وياكم بهذا الشيء، فوضع ثغر النبي على صدره، الله أجرى اللبن في ثدي أبي طالب وشربه النبي صلى الله عليه وسلم، الله أجرى اللبن في ثدي أبي طالب وشربه النبي صلى الله عليه وسلم. وأثبتها أيضا المسمى بعلامة الشيعة واثق الشمري، وأنا أقول هل يقبل شيعي الآن أن أقول له وأنت صغير كنت ترضع من السيستاني أو من خامنئي أو من الخوئي أو من هذه المراجع أو هذه العمائم؟ والله لا يقبلون هذا على أنفسهم، ولكن يقبلونه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نواصب أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمائم مزيفة.